السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن القرآن كلام الله عز وجل وحبله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به تدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. أثنى الله جل وعلا عليه في مواضع كثيرة ليبين فضله ومكانته للناس. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما من باطل إلا والقرآن يدمغه، وما من شبهة إلا والقرآن يرد عليها. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سماه الله جل وعلا نورا وجعله للناس شفاء. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعجب به الجن لما سمعوا به فآمنوا وصدقوا. قل أوحى لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعجز الله جل وعلا الجن والإنس على أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تكفل الله جل وعلا بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها الإخوة الأفاضل، من أجل هذه الفضائل العظيمة أمر الله جل وعلا بتلاوة كتابه والعمل به، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما لقارئ القرآن من الحسنات العظيمة. فروى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي في درجة الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل العظيمة لقارئ القرآن فيشفع لصاحبه ويعلو به في درجات الجنة. ونسأل الله تعالى الكريم فضله وأن يرفعنا جميعا بهذا القرآن العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروى كذلك الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكلما كان المسلم أحفظ لكتاب الله كلما كان ذلك أرفع لدرجاته في الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وإن من العجيب حال الكثيرين منا بعلمهم بفضل القرآن وأجر قارئه، ومع ذلك التقصير حاصل فينا. ويقول الأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وإلى هذا المعنى أشار الله جل وعلا بقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات بينت حال المؤمنين وحال المنافقين عند سماع القرآن. فليحذر المسلم أن يكون من الصنف الخاسر الذي لا يزيده سماع القرآن إلا خسارة. وينبغي للمؤمن أن يراعي عند قراءة القرآن هذه الأمور. الأمر الأول: قراءة القرآن بتدبر وتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه كنثر الرمل ولا تهدوه كهد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. لا يكون هم الواحد منا آخر الصورة أو آخر الجزء، المهم هو التفكر والتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام ردد آية واحدة في ليلة كاملة. الأمر الثاني: مراجعة الحفظ. فمن كان منا يحفظ أجزاء من القرآن أو صورا من القرآن فليراجعه، فإن القرآن سريع التفلت. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن، يعني راجعوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقرها. ثالثا: الخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماعه. كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي القرآن يا ابن أم عبد. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء، فلما وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، التفت للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدرفان. رابعا: عدم هجر القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: وهجره على أنواع: هجر سماعه والإيمان به، هجر تدبره وتلاوته، هجر العمل به فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، وهجر الاستشفاء به، وهجر التحاكم إليه. يجمع ذلك كله قول الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأنا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالعناية بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا، حتى نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.